هلا واضح. معكم أمل شريف، 25 سنة، فنانة تشكيلية عصامية. فكرة قديمة شي شوية اللي كوني كنت من عشاق سيارة الأركات، وكل ما أنني صادفت مع سيارة الأركات كنت خيالي بواحد ديزاين اللي مختلف، ديزاين اللي كيعطيها واحد الجمالية أكثر ما أنها هي تحفة، هي بحد ذاتها تحفة. فالفكرة بقات. ذكرت أن كاين واحد الأصدقاء اللي عندهم مشروع مقهى متنقل وكيحاولوا أنهم يزوقوا الأركات، فتواصلت معهم فكانت مرحب بالفكرة وتوكلت على الله، وكان إعجاب كبير. استمراريتي وحضوري الدائم المعارض والملتقيات واحتكاكي بتجارب فنانين كبار وزيادتي أنني في بيت الجد ديالي اللي كان مليء بالالوان مليء بالزخرفه، خلى هاد اللمسه ديال انني نكبر معايا يوم بعد يوم، ولقى راسي ان كان عندي واحد التواصل مع الفن التشكيلي منذ مده طويله. كناخذ مجموعه من الصور، مجموعه من الزخارف من دول مختلفه، بالاخص الامازيغ، الرموز الامازيغيه والافريقيه والالوان الامازيغيه والافريقيه، فكنحاول انني نعمر الميموار ديالي مجموعه ديال الالوان مجموعه ديال الرموز، ولكن العمل الحقيقي كيبان فاش كنكون وجه لوجه للسيارة بالمورال اللي كيكون عندي بالإحساس. كنخدم الجداريات، تزيين المقاهي، المطاعم، تزيين منازل، بيوت الأطفال، فأي حاجة نقدر أن نعطيها لمسة جديدة فأنا كنعطيها لمسة جديدة. أمل عندها علاقة كبيرة بالألوان، فيوم بدون ألوان غيكون يوم باهت، يوم غير ساطع، ويوم يفقد الحياة. التشجيع الأول والأكبر والثقة الأكبر هي الأم ديالي، وكذلك الأب ديالي، خواتاتي. الكلام اللي ديجا كيروش في المجتمع ديالنا هو أن الفن ما كيوكلش، الفن كيضيع لك وقتك، الفن ما عندو فين يوصلك، ولكن بقيت مستمرة. فمن بعد فاش شافوا بأنني ولات مستقلة ماديا وذاتيا، صار الفن مرحب به أكثر وأكثر في بيتنا. المهم شكرا بزاف لك على الدعم ديالك، شكرا بزاف لك على وقوفك معايا دائما وعلى الدعم ديالك ليا في اي وقت، شكرا للصبر ديالك، شكرا للاخلاق، شكرا لوجودك، وشكرا لانك ماما. أترك جميع الأقوال وصغى لما قالوا، أمهل ولا تعجل واللي صبرونا له، واللي صبرونا له. أتمنى أنكم تكونوا صابرين، أنكم توصلوا لكل الطموحات ديالكم وتوصلوا لكاع النجاحات ديالكم يا رب آمين. وشكرا الواضح لهذه الالتفاتة الجميلة.